قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. السلام عليكم متابعينا الكرام، خاوتنا جيناكم في فيديو جديد، معاكم خوكم شرف الدين. كيما على بالكم يا خاوتي المراركة راهم يعيشوا واحد الأزمة كبيرة، ما عندهمش الخدمة، ما كانش كيفاش ينافيغيو دراهم. لذلك يا إخوتي الكرام راهم ديسيداو باش يروحوا يخدموا في عند بنو صهيون، يعني باموال ضئيله جدا. معليش الاهانه، معليش يدي البزاق في وجهه من قبل بنو صهيون، المهم انه يخدم ويجيب شويه دراهمات باش يعيش بهم العائله تاعو. راح تشوفوا في هذا الفيديو بعض المراركه يتكلمون عن ذهابهم الى بنو صهيون من اجل العمل، وراح تشوفوا ايضا رد واحد الشيخ مغربي على بالي كامل الجزائريين يحبوه، لانه دائما يقول كلمة الحق والجزائري يحب دائما كلمة الحق من الاخر. هذه هي، اتغاو على الفيديو هذا باللايكات، وما تنساوش ايضا خليوا لنا تعليقاتكم يا الجزائريين، اتغاو في التعليقات يا خاوتي، ردوا على كل واحد يتهجم على الجزائر في التعليقات. الان نروحوا مباشرة نشوفوا الفيديو كيف كيف ومن بعد نحكيه. جمعت انا الورق اللي طلبوا لي جمعتهم، جات انا على حساب الحريفية، قالوا لي راه كاين واحد الشركة كتجمع الحرفية لإسرائيل، راه كاين ثمن مزيان، وقلنا بسم الله نتكلوا على الله نجمعوا الوثائق. علاش بغيتي تمشي لإسرائيل؟ قلنا لك خاصنا الخبز، غنمشيو على حسب الخبز، على حسب المعيشة، وانا نسوي الوضعية شوية، نخدموا ونحسن الوضعية، راه كعرفتي القضية كي دايرة هنا في المغرب، هادشي اللي كاين. ما حكم الشرع في الذهاب إلى فلسطين المحتلة؟ الله أكبر، لماذا تذهب للعمل؟ للعمل؟ يا الله، قال عليه الصلاة والسلام: يأتي زمان على أمتي يمر الرجل على قبر الميت فيقول يا ليتني كنت مكانك. في مطاراتنا ستأتي الطائرة من تل الربيع، وستذهب من مطارات مدننا إلى تل الربيع المحتلة. والأخ يسأل عن العمل، قال لك ذريعة هو عدم وجود فرص شغل في المغرب. هل هذا التصرف يدخل في إطار الضرورات التي تبيح المحظورات؟ ليس هنالك في بلدنا من يموت جوعا حتى ولو كان من أفقر الناس، فإن الضرورة التي تبيح لك أكل الميتة هو حينما يكون الإنسان على شفا الموت ولا يجد إلا الميتة يأكل الميتة. أما أن يذهب إلى فلسطين ليعمل هناك، والمطلوب من الأمة أن تحشد كل طاقاتها الفكرية والإيمانية والروحية، كل شيء من أجل تحرير هذه الأرض، وستتحرر بإذن الله. اليوم يمشي إسرائيل، أنا عندي خشاب بوزور ولا تقريبا شي كذا وعشرين عام، شي 25 عام تقريبا. يلا ودابا علاش بغيتي تمشي لإسرائيل؟ راك عارف علاش، بغينا شويه ديال الفلوس مزيان. شتي علاش؟ سمعت اخويا هاد الهضره من الاصدقاء ديالي، وطوعت باش انا نجي وندفع بوزور تقريبا 3 سنين حتى بحال هكاك 3 سنين، وبغيت نمشي اخويا باش نحصل شويه من الوضعيه الماديه ديالي. داكشي وليدات هنايا كاين، غتخلي كلشي وتمشي لإسرائيل؟ احنا ما راه نمشيو نسكنو تما، راه غادي نخدمو ونجيو. قالوا لكم كونطراش مش صح؟ مازال ما كاينش، ما عطاونا، ما قالونا لا كونطرا لا شحال في الكونطرا لا والو، مازال ما دفعتش ليهم انا كاع، مازال يلاه كنجمع فيهم. بالنسبه للوثائق المطلوبه تيطلبوا حسن السيره، شهاده عدليه، الريبط البنكه، السي في ديالك. حسن السيره والسجل العدلي. فحرام الذهاب الى تلك الارض بغرض السياحه او لا بغرض التطبيع الثقافي او الرياضي، حرام على المغاربة المسلمين، لان في ذلك اعتراف لمن يذهب الى هناك باحتلالهم ارضنا المقدسة وباستباحة ارض مقدسة وباستباحة ارض حبس على المسلمين ووقف على المسلمين، أرض المحشر والمنشر، أرض الإسراء والمعراج، أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين. أنسيتم كل هذا؟ أصبح الإنسان يتحرك بدون ذاكرة؟
إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. هذا سؤال موجع لأنه جاء على عجل، ولأن المغارب الآن وأكثر الشباب حينما ضيقت عليهم سبل الرزق في بلادهم صاروا يلقون أنفسهم في البحر بحثا عن كرامتهم، فلما سمعوا بالتطبيع وأن من آثاره الجسر الجوي الذي سيربط تل الربيع بمدن المغرب التي فيها المطارات، السؤال الأول متبادل لإذهان هؤلاء: هل يجوز لنا أن نذهب إلى هنالك للعمل؟ حرام أن يذهب الإنسان، استمعزي، حرام على المسلم الذهاب إلى هناك سياحة عملا، حرام، وأتحمل مسؤوليتها بين يدي ربي يوم القيامة. وليس هنالك ضرورة تدعو أبدا للذهاب إلى هناك، فليموت هنا وليأكل التراب هنا ولا يذهب إلى تلك الأرض. وصلى الله على حبيبنا محمد. كما شفتوا يا خاوتي كيفه بهدلهم هذا الشيخ المغربي الأصيل. نعم يا خاوتي، لأنه يتكلم كلمة الحق، ما يحبوش في المغرب هذا الإنسان، والله ما يحبوه، يكرهوه يكرهوه، يتبعوا ريسون يا خاوتي اللي مدلهم أحلام لن يصدقها العاقل أبدا، وقالهم روحوا إلى تندوف ونروحوا إلى بشار ونقول لكم إحنا الجزائريين رانا نستناو أرواحه فقط وتديوا حقكم بربي إن شاء الله، سواء من الجيش الجزائري ولا من الشعب الجزائري. المهم بهدلكم ما خلالكم والو، وليتوا رخاص لهذه الدرجة أنكم تروحوا تخدموا عن بنو صهيون، وليتوا رخاص لهذه الدرجة أنكم تروحوا تزيدوا تعبدوا بنو صهيون. ما فهمتش العبودية منين خلقتوها، منين راكم تجيبوا فيها يا العبودية؟ خلاصت، رانا في 2022 سبحان الله، ورانا داخلين في 2023، يعني العبودية نورمال مو تكون انتهت، كاين ولا ما كانش يا خاوتي الجزائريين؟ جاوبوهم في التعليقات، يوم رمدوهم في التعليقات قولهم استيقظوا من احلام اليقظة تاعكم واخدموا بلادكم ومتعسوش الجزائر، يو تعسوا جدنا بزاف سبحان الله. او في كل كلامهم تلقى اسم الجزائر، اما لهاوليكم زبلكم باش منا والجاي كيتخلطوا في الجزائر ديروا الف حساب وحساب، ومازال الخير ونفضحوكم حتى تحبسوا ما تذكروش اسم الجزائر. هذه هي خوتي، نتلاقاو في فيديوهات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.